كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعني خلاص احنا دقايق او ساعات، يعني مش دقايق، وبنودع سنة قديمة وداخلين ان شاء الله على سنة جديدة 2024. اتمنى ان هي تكون سنة سعادة وخير ورزق وبركة على كل الناس اللي بتفرجوا علينا. يعني خلينا نقول ان احنا النهاردة عندنا حلقة مختلفة تماما غير باقي حلقات هو وهن، حلقة بقى مليانة يعني ضحك ولعب وحاجات كتير جدا واكل كمان، اكيد مش هننسى الاكل. لكن خلوني في البداية ارحب بزمالي اللي منوريني النهاردة، مي وديما. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة كل اللي بيشوفونا طيبين وبخير دايما. والحقيقة ان اخر يوم في السنة دايما بيكون مميز، بنودع سنة عدت يعني بحلوها ومرها، ونستقبل سنة جديدة واحنا كلنا امل وتفاؤل. ولا ايه يا ديما؟ صح، انا شايفة كده. طبعا برحب في الاول بكل اللي بيشوفونا على شاشة قناة المحور، كل سنة وكلنا طيبين ودايما بخير. وزي ما مايا قالت، لازم دايما نستقبل السنة الجديدة بحب وتفاؤل، صح ولا ايه؟ يعني انا عايزه اعرف تمنياتك للسنه الجديده يا نرمين. والله بصي، انا يعني زي ما انا قلت، احنا خلاص ساعات كام ساعه وان شاء الله داخلين على سنه جديده. والله بجد انا بتمنى اماني شخصيه ليا انا، يعني ابني يبقى كويس بخير سالم، ربنا يخلي لي امي، وربنا يخلي لي بابايا واخواتي، ويخلي لي جوزي طبعا عشان ما اتضربش ومع اعرف اروح البيت. ده بشكل خاص. بشكل عام بقى، في حاجتين بشكل عام. بشكل عام طبعا مصر كلها بجد طبعاً. المصريين كلهم ومصر زي ما بقول بشكل عام تبقى كده نهدى، احنا كمصريين نهدى، تبقى بلد ان شاء الله كلها خير ورزق وسعادة، ونشوف كده حاجات حلوة كتير فيها. برضو حاجة تانية عامة، قناة المحور بقى، هي قناة المحور كده كده هي رقم واحد الحقيقة، لكن ان شاء الله، وخلينا نقول ان احنا ان شاء الله هتشوفوا حاجات جديده كتير ان شاء الله في السنه اللي جايه اللي هي كلها. طب نرمين، وبجانب جد اسرتك وشغلك، اه انت بقى نرمين حققتي حاجه نفسك تحققيها؟ لا 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 اكيد طبعا، لا والله اكيد حققت، يعني اكيد بصي في حاجات اكيد حققتها، يعني ان انا ربيت ابني ووصلته ان هو يبقى عنده 20 سنه، انا ده بالنسبه لي انجاز، ان انا يعني وربيته لوحدي. هيا نحط تحتها خطوط كتيرة، مش عايزة أقلبها دراما، بس بجد إن أنا بجد أنا ربيته لوحدي تماما، طلعته راجل، وراجل محترم وراجل كبير، فأنا ده أكبر إنجاز في حياتي. ربنا يخليهولك. وأنت يا ديما حققتي إيه في 2023؟ والله سنة مليئة بأحداث كتيرة قوي، يعني حاجات حاسة إن هي ممكن كانت تحصل في 10 سنين حصلت كلها السنة دي، فأنا الحمد لله الحمد لله مبسوطة قوي بالسنة دي ومتفائلة جدا بالسنة اللي جاية. يعني قولي تمنياتك بقى. مش تمنيات بس، اللي انا حققته السنه دي هو السلام النفسي. وانا بشوف ان هو صعب قوي ان واحد يحققه، خصوصا لو عدى يعني بحاجات كتير او صعوبات. صح، بس المهم ان احنا داخلين على سنه جديده و2024 بجد كل سنه وانتم طيبين. ما طلعينا فاصل عشان نروح بقى فاصل عندنا يا جماعه النهارده فقرات مميزه جدا جدا.